مساكم الله بالخير مشاهدينا الأحبة في كل مكان. هذا عبد الله بوفتين يحييكم وحوار جديد من حوارات برنامج لقاء الرأي. تسارعت الأحداث وتسارعت وتيرة الأحداث اليوم تحديدا، العديد من التصريحات، استقالة الوزير، تصريح الوزير الفاضل رضوان الرضان، ردود أفعال من النواب مؤيدين ومعارضين لاستقالة وزير الداخلية. هذه كلها موضوعات راح نتكلم فيها، موضوعات أخرى أيضا متعلقة بالرياضة ومتعلقة بالاستجواب الأخير والاستجوابات المعلن عنها مع النائب الفاضل عادل صرعوي. حياك الله معنا. أهلا وسهلا فيك يا هلا مرحبا. وعبد العزيز مقل جدا في الظهور بالإعلام، ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. أنا حقيقة سعيد في اللقاء فيكم وأشكركم على هذه الدعوة الكريمة. قضية الظهور بالإعلام، يعني أنا بتواصل مستمر حقيقة مع وسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة أو حتى المقروءة، من واقع كثير من التصريحات، من واقع يعني مع نشاطنا سواء باللجان أو بالجلسات المجلس. لكن لربما يعني عندك تصور بأن بالنسبة للفضائيات، وأنا مستعد يعني في أي لحظة يعتقدون بأن هناك في داعي يعني للظهور أو الحديث عن موضوع معين، أنا أتم الاستعداد. حياك الله، وإحنا نقول لك دائما حياك الله في الرأي والجريدة والتلفزيون. العديد من التصريحات، لابد أن نستعرض هذه التصريحات حتى نصل أو نوصل الفكرة ونوصل المشهد السياسي اليوم إلى من يشاهدنا. التصريح الأبرز كان اليوم: لا يشرفني البقاء في وزارة تعذب المواطنين. هذا التصريح كان لوزير الداخلية المستقيل الشيخ يابر المبارك. الوزير الفاضل رضان قال بأن طلبنا من الوزير الاستمرار في عمله وتكليفه بمتابعة قضية المواطن ومتابعة الإجراءات. هل معنى هذا التصريح من الوزير الفاضل رضان بأن الاستقالة رفضت ووزير الداخلية سيستمر في عمله؟ ما هو رأيك بتصريحه، وما هو رأيك باستقالة وزير الداخلية؟ في البداية حقيقة يجب أن نثبت نقطة، بأن لجوء الوزير لإعلان استقالته هذه نقطة تسجل لصالحه، من واقع تحمل المسؤولية السياسية، من واقع شعوره بالمسؤولية التي تقع على عاتقه، من واقع شعوره بأن هو مسؤول عن أمن الوطن وأمن المواطن، وبالتالي هذا الشعور يعني يسجل له. لكن ما أتمنى حقيقة أن لا نختزل هذه القضية بقضية استقالة الوزير من عدمه. قد يفهم البعض بأن هذا رفض للاستقالة، قد يفهم البعض بأن هذا تريث في قبول الاستقالة إلى حين إتمام هذا الموضوع. ولذلك أنا أعتقد لا نختزل هذه القضية باستقالة الوزير من عدمه. قضية أكبر، قضية تعذيب، قضية سجل دولة أمام العالم، أمام المواطن، قضية انتهاك للدستور، قضية امتهان كرامات الناس اللي أكد عليها الدستور في المحافظة عليها. ولذلك أنا يعني إذا أذنت لي أنا أؤكد بأن الآن زادت قناعتي بأهمية اللجنة اللي شكلها المجلس أكبر من ذي قبل. لأن الآن في بداية تشكيل هذه اللجنة كنا نريد أن نبحث عن حقيقة، الآن الحقيقة ماثلة أمامنا باعتراف الوزير بأن هناك شبهة جنائية في الحادث اللي حصل للمواطن المطيري، وبالتالي أحيل هذا الموضوع للنيابة. الآن انتقلت القضية إلى قضية أكبر، وهو قضية أنها قد تكون هناك في حالات مماثلة، قد تكون هناك بعض الممارسات اللا مسؤولة خارج الأطر خارج النظام، وبالتالي هل تتطلب تدخل تشريعي، هل تتطلب تدخل تنظيمي، وأيضا ما هي الضمانات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذا الحدث؟ لأن ما في شك أنا أعتقد لا يمكن القبول ولا واحد على 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 أرض هذا الوطن يقبل أن تمتهن كرامة مواطن. ما كان عندكم معلومات سابقة بقضايا أخرى مماثلة؟ لماذا هذا التركيز اليوم تحديدا، وبعض يعني بعد موضوع المواطن محمد المطيري على هذا الموضوع؟ لا أخفيك سر، يعني أحيانا تردنا معلومات متواترة. نعم. بأن هناك بعض الحالات الآن أصبحنا أمام حادثة هزت يعني المجتمع، وبالتالي أصبحت ماثلة أمامنا، أصبحت واضحة أمامنا، وبالتالي إحنا الآن حريصين أكثر من ذي قبل على أن تتم اللجنة أعمالها وتتم مهامها. نعم. حتى يضع المجلس أمام مسؤولياته في التعامل مع مثل هذا الموضوع. ولذلك أنا واثق بأن اللجنة إن شاء الله يعني بأسرع وقت ممكن حسب ما أعطيت من فرصة لمدة أسبوعين أن تصل الحقيقة، أن تضع، أتمنى أن تحدد أسماء، تحدد مسؤولين، وتحمل المسؤولية من ترى هذه اللجنة. نعم. وفق المعلومات المتاحة تضع المجلس تحت مسؤولياته التاريخية، أنا أعتقد، لأن بالنهاية هذه مس بكرامات الناس ومخالفة للدستور اللي احنا قسمنا في المحافظة عليه. واضح. عدد من النواب منهم النائب فيصل المسلم، مبارك الوعلان، حسين مزيد، مبارك خريند، ضيف الله برمية، فلاح الصواغ،
أطلقوا عدد من التصريحات، لكن كان تركيزهم بأن هذه الاستقالة مستحقة، وحيوا فيها الوزير على شجاعته وتقديم الاستقالة، ودعوا لمحاسبة المتورطين. بالمقابل كان في تصريحات بالجانب الآخر تدعم الوزير، ويعني مفاد هذه التصريحات من النائب علي الراشد، النائبة الفاضلة الدكتورة معصومة المبارك، والنائبة الفاضلة الدكتورة رولا دشتي، بأن استقالة الخالد خسارة، ويناشدون سمو الرئيس بعدم قبول هذه الاستقالة. والنائب الفاضل علي الراشد قال يعني يناشد وزير بعدم اليأس، لأن الإصلاح ثمن، وأنت خير من مارس هذا الإصلاح، وأنت لست وحيدا، فأهل الكويت سيتصدون لمحاربي الإصلاح. كيف تقيم تصريحات زملائك النواب؟ البعض مؤيد للوزير ويناشد الوزير بالبقاء، والبعض الآخر يحيي الوزير على تقديم استقالته. وطبعا أنا أقدر كلا وجهتي النظر، يعني من يطالب بقبول هذه الاستقالة ومن يطالب بالتريث في قبول هذه الاستقالة. ولذلك أنا بديت في حديثي بأن قضيتنا أنا اختزلها باستقالة الوزير. هل استقالة الوزير كفيلة بعدم تكرار مثل هذا الحدث؟ هل استقالة الوزير كفيلة بأن احنا نصل لمن نعتقد بأنه السبب الأساسي؟ لأن احنا أمام قضيتين الآن، أمام قضية وهذه قضية في غاية الخطورة إذا فعلا انتهجت في كثير من مؤسسات الدولة، وما يضمن أن ما تكررت أساسا. الحادثة الأولى أن فعلا هناك من انتهكت كرامته وأدى إلى موته وفاته، وأيضا قضية ثانية أن هناك من أدلى بمعلومات غير صحيحة، وهذا قطاع أمني، وبالتالي قد نصل إلى أن هناك مؤسسة للفساد داخل الوزارة أو خارج الوزارة، واليوم في وزارة الداخلية قد تكون في وزارات أخرى. وبالتالي أنا أعتقد اختزال هذه القضية بالقبول من عدمه، أنا أعتقد هذا يعني يضعف القضية. ولذلك أنا دائما أؤكد بأن احنا أمام قضية يجب أن نعطي موضوع التحقيق حقه بالكامل، وبالتالي المجلس يتحمل مسؤوليته في التعامل مع مثل هذا الموضوع. أما الشأن الحكومي بقبول الاستقالة من عدمها، أنا أعتقد إن كانت تسجل الوزير، لكن هذه ليست علاج لمثل هذا الحدث، لأن احنا ما يهمنا الآن هو عدم تكراره في المستقبل. ولذلك أنا أؤكد بأن كرامات الناس يعني قضية لا يمكن التهاون عنها، لأن سجل الكويت أساسا سجل ناصع في هذا الجانب، وبالذات فيما يتعلق في يعني دائما كنا نتقن أن ما عندنا سجين سياسي، دائما نتقن أن احنا كثير من الدول القمعية احنا بعيدين عنهم تماما، وبالتالي أيضا حتى موضوع العبادة الجماعية كثير من الاتفاقات الدولية. فلذلك أنا أتمنى أن يكون نصب عيننا الوصول الحقيقة كيفية تفادي هذا الموضوع حتى نحافظ على سجل الكويت الناصع في هذا الجانب. هل ممكن أسمع النائب عادل السرعاوي أو كتلة العمل الوطني تناشد سمو الرئيس بعدم قبول استقالة وزير الداخلية واعتباره وزير إصلاحي؟ أنا أعتقد هذا القرار هو استباق الأحداث. وبالتالي يعني أنا أعتقد يعني ما نكون منسجمين مع أنفسنا، وأنا يعني نذتني أتكلم باسم المجموعة أن احنا ما نكون منسجمين مع أنفسنا إذا تكلمنا عن هذا الموضوع وكأن القضية مرتبطة باستقالة الوزير من عدمه. يعني أنا أعطيك مثال، لو في الجلسة أمس وكان النقاش في هذا اليوم واستقال الوزير، هل المجلس ما يشكل لجنة تحقيق في بحث هذه القضية؟ أنا أعتقد نكون احنا هني ما ورينا بقسمنا. ولذلك أنا أقول لا نختزل القضية، يعني حتى قبول الاستقالة من عدم قبول الاستقالة ومناشدتكم لسمو الرئيس مرتبطة بنتيجة لجنة التحقيق. استقالة الرئيس، استقالة الوزير هذا أمر يعني لجنة السلطة التنفيذية، نعم، قبولها من عدمه. لكن أنا أعتقد الآن اختزال هذه القضية وأنا أكررها باستقالة الوزير من عدمه، أعتقد هذا ضعاف للقضية، ومع تقديري قلت كسجل أنا للوزير تحمله لهذه المسؤولية. لكن نحن الآن أمام قضية أكبر، وهي قضية الوصول إلى الحقيقة في هذا الجانب. من اللي أخفى الموضوع؟ اللجنة أم وزارة الداخلية؟ أنا أعتقد اللجنة. اللجنة مع تقديرنا لكل المختصين في وزارة الداخلية، نعم، لأن اللجنة مخولة بالاستعانة بمن ترى بجهات محايدة حتى نصل للحقيقة من واقع استماعهم لإفادات كل من يرون أنه له دور في هذا الجانب. أما التركيز على قضية رأي كتلة العمل الوطني بقبول الاستقالة من عدمه، أنا أعتقد هذا الموضوع يعني لم يبحث سابق لأوانه، لكن أيضا بالمقابل الحديث حول الآن، نعم، هو اختزال للقضية باستقالة الوزير من عدمه، بينما القضية أنا في اعتقادي أكبر بكثير. ولذلك أنا أسجلها بأن قد تكون هذه الحادثة هي بداية تاريخية لفتح ملف قد يكون في إصلاح أكبر بكثير مما كان أتوقع. كثير من الموضوعات تحول إلى لجان تحقيق، ومع الأسف يتم تمييع هذه القضايا في لجان التحقيق وتنسى القضية. هل متفائل أنت بدور لجنة التحقيق؟ هل بعد لجنة التحقيق سنسمع أسماء، سنعرف من قام بتعذيب هذا الشخص، من قام بتضليل وزير الداخلية، من قام بتضليل المواطنين الكويتيين بمعلومات مزورة للواقع، والتي اليوم يعني بدأ من خلال التقرير الذي ورد عن وزارة الداخلية بأن هناك بالفعل شبهة جنائية في وفاة محمد المطيري؟ متفائل بأن اللجنة سيكون لها دور ولن تغيب الحقيقة؟ نعم، أنا متفائل. أولا أنا خلني أوضح لك نقطة،
أنا أعتقد يعني كلام غير دقيق بأن كثير من القضايا قاعد تدفن داخل المجلس بواقع لجان التحقيق تنسى أو تنسى. أنا يعني شاركت في كثير من لجان التحقيق وتشرفت بثقة المجلس في هذه اللجان. واللجان تنجز أعمالها وتوصل إلى نتائج وتكون موثقة، وفي كثير من الحالات أحيلت للحكومة وطلب من الحكومة إحالة للنيابة وأحيلت للنيابة، وبالتالي إجراء القضاء في التعامل مع هذه القضية موضوع آخر. في بعض القضايا أحيلت للحكومة تتخذ إجراءات فيها، وفي بعض التقارير الآن مدرجة على جدول الأعمال. يعني أعطيك على سبيل المثال هناك لجنة للتحقيق فيما يتعلق في موضوع المطالبات البيئية، وهذه المطالبات البيئية أنا أعتقد معرضة الكويت أن تفقد 3 مليارات، ولجنة التحقيق المكلفة من المجلس كلجنة البيئية حطت ملاحظاتها. في بعض لجان التحقيق بالفترة الأخيرة، وأنا أقول لك إياها من 2008-2009 الآن، لأن هذه اللجان تكرر تشكيلها لأن المجلس لم يكمل دورته. في 2008 أعدنا تكليف بعض اللجان اللي كلفت في مجلس 2006 بعد سنة حل المجلس. في 2009 ردينا كلفنا بعض اللجان اللي أنشأت في المجلس الماضي وكلف المجلس فيها. فلذلك تكرار تشكيل بعض اللجان هو بسبب عدم استمرار المجلس في إكمال دورته. لكن في كثير من القضايا أنجزت هذه الملفات، جزء منها جدول الأعمال، جزء منها حيل الحكومة لإجراء تحقيقات خاصة فيها. نعم واضح. موضوع من موضوع الاستقالة وموضوع الوزير وموضوع الاستجواب، أمس كان في نقاش حول موضوع الاستجواب، وأعتقد بعد استقالة الوزير هل ما زال موضوع استجواب الوزير قائم أم أنه يسقط بسقوط بإعلان الوزير استقالته؟ هو بالحقيقة يعني في هذا الموضوع دعني أتكلم بشيء من التفصيل يوضح لنا. يعني يجب أن نفرق إحنا، وهذا كان وجهة نظرنا في الجلسة إحنا وضحنا، نعم، بأن إحنا لا نبحث عن وزير ومن ثم نبحث عن محاور الاستجوابة، إنما هناك قضية يتحملها الوزير المعني. البعض أعلن عن الاستجواب من الليل بدون لا نعرف ما هي خلفيات مثل هذا المعلومات المتاحة عنده وخلفيات هذا الموضوع، والبعض من أعلن هذا الاستجواب بالجلسة، وبالتالي أيضا لا نعرف تفاصيل هذا الموضوع. بل بالعكس، اليوم توردت معلومات بأن هناك اجتماع مفتوح اليوم بالمجلس مجموعة من النواب لبحث محاور الاستجواب. ما حضرته؟ لا ما حضرنا ولا دعينا، لكن هذا كلام كرر، ولا أدري أنه عقد ولا ما عقد، بس مثل هذا المعلومة تؤكد بأن هناك استجواب اتخذ قراره في اتجاه وزير وبعدين تم البحث عن محاور، وهذا حقهم في استخدام هذه الأداة. مهما بس أنا قاعد أشوف أنه مو عاجبك الموضوع. لا مو بقضية مو عاجبني، وأنا وضحت وجهة نظري في هذا الجانب بالجلسة، قلت إحنا لا نصادر حق أحد في أن يعني الاستجواب بدون أن نزل الحقيقة. ولذلك نحن أيدنا موضوع اللجنة، بل بالعكس إحنا كنت العمل الوطني شاركنا في عضوية هذه اللجنة. صحيح. حتى نؤكد نصل للحقيقة وبالتالي نتحمل مسؤولياتنا. نحن لن نتردد، واعتقد التجارب أثبتت لن نتردد في اتخاذ موقف في تحميل المسؤولية كائن من كان، لأن هناك قسم وهناك مسؤولية وعلى الجميع أن يتحملها. ولذلك أنا أعتقد إذا كان هناك من ينادي، يعني أنا يمكن بي أحد بيقول تعال، هل 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 مقبول الآن على مستوى الرأي العام أن نقول والله استقالة الوزير تسكر هذا الملف وبالتالي نسكت ما في داعي للجنة؟ هذا كلام سمع وتداول، تم تداوله بالمساء من بعد تقديم هذا الاستجواب. ولذلك احنا كنا نقول دائما لا، مو هذا وجهة النظر. وجهة النظر أن هناك حقيقة نريد نصل لها، ولا احنا لا، ليس هدفنا الوزير بحد ذاته، استقالة الوزير ما تسكر الملف، الملف قائم. ما تسكر لجنة التحقيق، ماذا عن الاستجواب؟ استجواب موضوع آخر. نعم. احنا بالنسبة لنا انا اقصد وزير اليوم مستقيل، هل يحق استجواب وزير مقدم استقالته واستقالته بيد سمو الرئيس؟ الوزير يمارس مهامه وعمله الى ان تقبل هذه الاستقالة. مجرد تقديم الاستقالة، نعم، لا تعفي من مسؤولياته أمام المجلس، سواء بالأسئلة بالتحقيق بالبرلمان وغيره. وبالتالي طبعا إذا كان هناك من يرى موضوع الاستجواب بغض النظر عن النتيجة هذا موضوعهم، لكن تسألني عن وجهة نظري، نعم، أنا أعتقد نحتاج أن نصل إلى الحقيقة ومن ثم نتخذ قرارنا في هذا الجانب. نعم. ما أدري إذا حضرت الاجتماع، ولا ندري من كلامك أن هل عقد فعلا هذا الاجتماع اليوم ولا لا، لكن ندري بأنكم ككتلة عمل وطني حضرتوا اجتماع الدستور اللي صار من كم يوم وصدر من بعده بيان، لكن اللي نبي نعرفه هل كان في اختلاف في الآراء حول ما بعد استجواب سمو الرئيس في اجتماع ككتلة إلا الدستور؟ طبعا هذا بس الجزئية الأولى. الاجتماع اللي صار اليوم طبعا أنا ما عندي فكرة عنه صار ولا ما صار، بس هذه معلومات ترددت ولذلك أنا استشهدت فيها. في موضوع اجتماع كتلة إلا الدستور، طبعا هذا الاجتماع عقد يوم الاثنين الماضي، وعلى خلفيات موضوع الاستجواب، وبالتالي يعني ماذا بعد الاستجواب. فإحنا كنا يعني حريصين في المشاركة لتوصيل رسالة،
وهذه الرسالة يعني وصلت تماما بعد ما يعني احنا ككتلة اتفقنا عليها وحرصنا نوصلها بكل وضوح للمجموعة، ان احنا ككتلة العمل الوطني ايدينا مفتوحة للتعاون مع اي كان من داخل المجلس. نعم. ونحن ليس مع التكتل ضد الآخرين، ضد إقصاء الآخر، ولذلك أيضا وصلحنا رسالة بأن نحن مع التعاون مع أي كان، سواء من كان معنا اليوم في موضوع الاستجواب أو من هو في المعسكر الآخر، لأن قد نتفق مع الآخرين بنسب أكبر بكثير مع من كان معنا في الاستجواب مع رئيس الوزراء. ولذلك نقول دائما بأن من كانوا معنا في استجواب رئيس الوزراء قد نختلف معاهم 50، لا بل خلني أقول لك 100% في بعض القضايا، لكن هناك قضية وحدتنا في هذا الجانب وهي الدستور، قضية الحريات وانتهاك القانون. هذه القضية انتهت، لذلك الآن حنا مع التنسيق مع التعاون وليس مع التنسيق حتى نبحث عن قضية أخرى وبالتالي ننسق حولها، لا، حنا نتكلم إن كان هناك أي قضايا حنا مستعدين للتنسيق فيها، ولذلك كنا واضحين في هذا الجانب. نحن ليس ضد، حنا ضد إقصاء الآخر، لأن هناك من نتفق معهم بنسب أكبر من كانوا معنا. صحيح. نحن مع التنسيق في أي قضية كانت، قد نختلف قد نتفق. نعم. وليس هناك اتفاق على أن ننسق ونبحث عن قضية، إنما هناك قضية تستدعي منا التنسيق في هذا الجانب، وهذا ما وضحنا. وأيضا وضحنا القضية الثانية اللي هي قضية ما يعني أثير فترة الأخيرة، واللي هي قضية النزول للشارع في هذا الجزء، ووضحناها بشكل قاطع بأن نحن ليس مع النزول للشارع يعني في 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 الفترة الحالية. جريمة النزول بالشارع اليوم. لا مو هي جريمة. ليش صارت كلمة تخرع؟ لذلك لا، عشان أوضح النقطة. نعم. لأن قضية النزول للشارع يجب أن نحدد إطارها العام، ولذلك إحنا لما نتكلم عن نزول للشارع بالمفهوم اللي تم تداوله بالفترة الأخيرة. مشاركة في الندوات. لذلك إحنا قاعد نتكلم قضية النزول للشارع يجب أن نضع لها عنوان. نعم. ترى ندوات في جمعيتنا في العام نزول للشارع. نعم. الآن لقاءنا في على قناة الراي هو نزول للشارع، لقاءك في الدواوين هو نزول في الشارع، لقاءك في الصحافة هو نزول للشارع، كل شيء اللي ما تبغى. لكن هناك حماس لدى كثير من طاقات الشباب، يجب أن يستثمر هذا الحماس بأسلوب باتجاه واضح ومحدد حتى لا يساء فهم مثل هذا التحرك بأنه هو القصد منه بس توصيل رسالة قد تكون مباشرة وغير مباشرة في قضايا لا تستحق مثل هذا العمل. ولذلك نحن الآن يعني بالفترة الحالية ليس مع نزول بالشارع، لأن إسقاطات هذا الحدث في الفترة اللي طافت كانوا يتكلمون أن البعض كان يعتقد بأن بغض النظر عن نتيجة الاستجواب سنستمر في النزول للشارع حتى نوصل النتيجة. لذلك ما حدا بينا النزول للشارع هو لما حسينا أن هناك حكومة لم تمكننا من بداء وجهة نظرنا داخل قاعة عبد الله السالم. أما الآن وإحنا نمارس دورنا ونمارس رأينا ونستطيع أن نقول ما نقوله ونتخذ ممارسة دورنا، أنا أعتقد قاعة عبد الله السالم هي المكان الرئيسي. لن تشاركون بالندوات؟ مو لم نشارك في الندوات. حنا الفترة طافت بعد موضوع الاستجواب بعد الأحداث الأخيرة. نعم. تطلب منا الحكمة، تطلب منا الروية، اتخذنا قرار بعدم المشاركة بالندوات، ولذلك لم نشارك بالندوات إلا باستثناء ندوات كانت في اتجاه محدود والعدد محدود وكان أشبه كأنه في لقاء في دوانية. لكن في المستقبل احنا نتكلم ونتبنى قضية الإعلام الحر، قضية المسؤول يعني العمل السياسي المسؤول. لابد احنا ما نخطو خطوة لنعرف وين احنا ماشيين باتجاه. لذلك نحن حريصين بأن إذا أردنا أن نوصل رأي نستطيع أن نوصله بالطريقة الصحيحة، ولنعتقد بأنه يصل دون أي إسقاطات أو دون أي يعني مشاكل جانبية أو أحداث جانبية نعتقد بأنها تؤثر على القضية. ولذلك في الفترة الأخيرة ما في شك الكل تابع، الكل لاحظ والتفهير المفهوم الخاطئ لقضية النزول للشارع. أبدا النزول للشارع لم يكن في يوم للعصيان، النزول للشارع لم يكن اليوم في كسر القانون، النزول للشارع لم يكن اليوم لضرب الدستور، إنما هو التأكيد على مثل هذه الثوابت. ولذلك حرصنا حنا الاستجواب اللي شاركنا فيه كنا نأكد على قضية أن قانون التجمعات بالذات ما يتعلق في التجمع في الاجتماعات العامة أساسا المحكمة الدستورية بطلته، وبالتالي هذا أصبح حق وفندناه. والأخ صالح الملة في الاستجواب في المحور الجزئية تناول فيها في كلامه أكد على عدم دستورية هذا القانون، وأصبح الآن بل بالعكس الداخلية أكدت على وجود فراغ تشريعي. لكن عدم نزولنا للشارع مو معناته أن احنا يعني ننقطع عن 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 الرأي العام، لا، أنا أؤكد بأن لا ديمقراطية بدون حرية، لا ديمقراطية بدون إعلام، لا ديمقراطية بدون رأي عام.
لكن قد البعض يعني أساء استخدام النزول للشارع بمفاهيم وصلت قناعات عند الآخرين بأنها مفاهيم خاطئة تعني العصيان. لذلك آثرنا التروي والحكمة بدل التهور وال 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 وال, وال يعني وال وال يعني مسايرة مثل هذا الحدث. نعم. حتى نوصل رسالة إلى أن تضع الأمور إلى نصابها الطبيعي. يبدو أن الشارع انقسم إلى قسمين، قسم مع عدم التعاون وآخر ضد عدم التعاون. القسم المؤيد للتعاون مع سمو الرئيس يرى بأن كتلة العمل الوطني خذلته وأصبحت من المؤزمين. فاصل وأسمع رأيك بهذا الموضوع. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الأكارم. البعض يقول أن كتلة العمل الوطني انجرت وراء أجندات خاصة لنواب متهمين بالتأزيم وتم توريطكم باستجواب سمو الرئيس. يعني في البداية أتحدث يعني بشيء من التفصيل إذا أذنت لي. تفضل. حول القضية اللي جمعتنا باستجواب سمو رئيس الوزراء، أبدا لا يستطيع أحد أن يملي علينا أجندة أو يملي علينا رأي بقدر ما هي قناعاتنا اللي تسيرنا في هذا الاتجاه، وضعين أمامنا مصلحة الكويت، مصلحة البلد، والحفاظ على الدستور. كثير من القضايا اختلفنا مع كثير من الأطراف داخل المجلس، وفي كثير من القضايا اتفقنا معاهم، سواء كانت على موضوع استجوابات أو غير استجوابات. ولذلك حتى الاستجواب السابق لسمو رئيس الوزراء، مو هذا اللي قبله، وزير الداخلية، وزير الإعلام، وزير الدفاع، وزير البلدية، كانت قناعاتنا تملي علينا مثل هذا الموقف حسب ما نراه. اليوم في استجواب سمو رئيس الوزراء كانت هناك قضية أخرى، وأنا أعتقد هي اللي جمعتنا. ولذلك دائما نؤكد إحنا موقفنا يبنى على القضية وليس من هو وراء هذه القضية. استجواب رئيس الوزراء كان يتركز بالدرجة الأولى على موضوع الدستور وموضوع انتهاك الحريات. السؤال اللي يطرح نفسه، من اللي دخلنا بهذه القضية؟ اللي دخلنا بهذه القضية هو الإجراء الحكومي في تفريق المجلس من محتواه أو اللائحة الداخلية من محتواها، واللي كانت تمثل بطريقة أو بأخرى كأنها حتى تنقيح للدستور، عندما منعت نواب الأمة أن يبدون وجهة نظرهم في قضية مطروحة عليهم من خلال عدم حضور الجلسات إلا بوزير واحد وبالتنسيق مع البعض في تغييب مجموعة كبيرة من النواب. مادتين من الدستور. نعم نعم. خلتكم تقولون بأن هذا الموضوع تفريغ للدستور من المحتوى، وتحاول تقنعني بأن أنتم ما كنتوا تحاولون تدورون الزلة. خلينا نقول أنا أوضح لك شلون. هذه المادتين تتركز بشكل أساسي في الشق الرقابي للمجلس. نعم. إذا سقطت الحصانة سقطت الرقابة بالمجلس، ولذلك الدستور أكد حتى في ظل الأحكام العرفية، مادة 181، في ظل الأحكام العرفية تستطيع أن تعطل مواد الدستور كلها باستثناء مادتين، المادة الخاصة في جلسات مجلس الأمة لا تستطيع أن توقفها، وأيضا حصانة النائب تستطيع توقف التعليم، الصحة، المساعدات، كل ما يتعلق بمواد الدستور كلها، الحقوق الاجتماعية المدنية في الأحكام العرفية باستثناء هذا المجلس. ليش؟ لأن المشرع أكد على قضية الشق الرقابي للمجلس، والشق الرقابي هو مكمل للشق التشريعي، لأن التشريع بدون رقابة ما ينفع، والرقابة بدون تشريع ما تنفع. فلذلك أنا أعتقد وتصورنا أن هذا تعطيل للشق الرقابي. الآن تستطيع الحكومة في مثل هذه الممارسة أن ترفع الحصانة عن أي نائب من واقع عدم حضور الجلسات، وبالتالي مرور المدة حتى ترفع هذه الحصانة. ولذلك وقفنا بشكل كبير عند هذا الموضوع. لا أكبر من ذلك، منعت النواب أن يبدون وجهة نظرهم في هذا الجانب. ولذلك لما كان هناك تداعي لمثل هذا الحدث ولمثل هذا الموضوع، ولعلمك أخوي عبد الله، وأنا يمكن أوضحها بكل وضوح للتاريخ، هذا الإجراء من جانبنا لم يكن بشكل مستعجل، إنما كان بتدرج. نصحنا الحكومة بأكثر من مناسبة وبأكثر من طريقة، حضروا الجلسة ليس في صالح الحكومة وليس في صالح الممارسة وليس في صالح الدستور. نعم. عدم حضوركم إلا تعنت الجانب الحكومي في عدم الحضور، بل بالعكس هم تكتكوا حتى يفقد النصاب، وبالتالي ما تعقد هذا الجلسة. لذلك خلني أوفي بهذه النقطة رجعا. ولذلك في هذا الجانب
نحن امام ممارسه كانت الهدف منها هو الانتقاص من الدستور، هل نقبل نكون شهود زور؟ لا، لا يمكن. بالمقابل لا يمكن ان نكون نحن امام المس بالدستور. نحن امام قسم. لا لا الكلام. احنا امام قسم. سمو الرئيس، لا لا المس 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 طبعا سمو الامير اكد في اكثر المناسبه، حتى سمو الرئيس اكد على عدم المساس بالدستور. عزل المساس بالدستور هو فيما يتعلق بموضوع التنقيح، لكن احنا امام مرحله جديده من المس بالدستور، وهو عن طريق لي ذراع كثير من المواد اللي بالدستور، وبالتالي تفريقها من محتواها. ولذلك انا اقول لك اياها الان بشكل واضح، انا اعتقد اخطر منطقه، اخطر مرحله او يواجهها الدستور هي المرحله الحاليه، لان هناك ممارسات تؤكد بشكل قاطع بان الدستور مستهدف. الدستور مستهدف ومستهدف من انا من اللي لا يرتضيه الرقابه، من اللي لا يرتضيه اللي مستفيد الان من اسلوب ممارسات البعض اللي هي فيما يتعلق فيما يتعلق في موضوع الفساد، فيما يتعلق في تحقيق مصالح البعض، فيما يتعلق في تحقيق اجندات البعض. ولذلك نعتقد بان الدستور مستهدف. اخوي عبد الله، لا نسقط ممارسات البعض على الدستور، لا نحمل الدستور اخطائنا. الدستور واضح في كثير ممارساته وتطبيقه بالصوره الصحيحه والدقيقه، يعني اعتقد كفيل بان ينقلنا الى مراحل متقدمه كبيره. واضح. ممارسات البعض قد تكون مدفوعه باتجاه من طرف او من اخر، لا نسقطها على موضوع ممارسه على الدستور وما يحتوي. ولذلك هذه القضيه لما تداعينا وتوقفنا عندها لقينا ان احنا امام تحدي كبير للدستور، فلذلك هذه القضيه هي اللي جمعتنا، وانا قلتها من ساعه، من المجموعة اللي التقينا معاهم حول هذه القضية قد نختلف معاهم 100% ونتخف أقل من ذلك. هذه نقطة وأيضاً مهمة بالمقابل جداً. خلنا نوضح أيضاً بالمقابل أسئلة. بالمقابل الطرف الآخر، نعم. من وقف مع التعاون قد تلتقون معهم أكبر من اللي كانوا موجودين معنا. نعم. ولذلك لما وقفنا في هذا الجانب وقفنا لقناعاتنا، أنا أعتقد البعض قد يحلو له يقول ان احنا انجرفنا، لكن ايضا بالمقابل ليش ما يضع سؤال ليش ما المجموعه الاخرى جات ويانا؟ واحنا اللي بادرنا ايضا مع مجموعه اخرى في موضوع الـ 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 الدعوه الى الاستجواب. ولذلك انا اعتقد ما حدانا الخروج عن المجلس ونزول الشارع لما منع المجلس ممارسه دوره. نعم. والنواب بالموافقه من عدم الموافقه. نعم. هذا من جانب. بعد بالمقابل اصرار الحكومه على موضوع المس بالدستور من واقع عدم تمكين المجلس من عقد الجلسات وممارسة دوره في النظر في طلب رفع الحصانة اللي قدم بالأخ الدكتور فيصل المسلم. ولذلك هذا الموضوع هو اللي حدانا بهذا الاتجاه. يبقى احنا ماشيين باتجاه وعندنا قضية، يؤيدنا من يؤيدنا اهلا وسهلا، لانه بالنهاية هم بيصوتون داخل المجلس. انا ما اقدر اقصد الاخر، انا ما اقدر احط لي ورقة واقول هذا انا مختلف معه في مواضع اخرى اقول ما ابي وياي، والثاني يقول ابي وياي. اذا هذه القضية هناك تأييد لها أهلا وسهلا، قضية أخرى قد نختلف معهم، وأنا قد باكر نختلف معهم، قد اليوم نختلف، قد أمس كنا اختلفنا. فلذلك القضية هي كانت تحركنا. واضح. نحن لم ننجر. واضح. مع موضوع ما يسمى بالتأزيم. بس خلنا نوفي هذه النقطة، من يعتقد البعض أنهم مؤزمين. ولذلك تأكيدا لهذه القضية في اجتماع يوم الأثنين الماضي لما قعدنا مع هذه المجموعة وضحنا لهم بأن ما جمعنا هي القضية، واحنا الان على استعداد للتعاون، لكن يبون القضيه حتى نتعاون عليها. البعض طرح لا، احنا بامكاننا الان ناخذ الوزراء واحد واحد، وعندنا تقرير ديوان المحاسبه وناخذ الوزراء ونحطهم. قلنا لا 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 لا، وانا شخصيا قلتها في الاجتماع، هذا الكلام مو هذا احنا خطنا. احنا لا نبحث عن وزير وبالتالي نبحث عن محاوره. نعم. احنا نبحث عن قضيه. واضح. ونحمل الوزير من يتحمل هذا. لذلك احنا يعني مع القضيه. نعم. ولذلك لا يستطيع احد ان يجرفنا في بما ان التجارة. المجتمع منقسم، الطرف اللي يعارضكم اليوم او الطرف اللي يعتقد ان في يوم من الايام هو اوصلكم الى البرلمان لكن اليوم يختلف مع موقفكم، يقول لكم شلون تقبلون انكم تحطون ايدكم بيد اللي لم يحترم الدستور، بيد اللي وصل الى المجلس عن طريق الانتخابات الفرعيه. وهذه نقطه مثاره أمانة من قبل الطرف اللي معارض لموقفكم. كيف تقفون مع من وصل بالانتخابات الفرعية؟ أخي الفاضل، يعني أكد لك الجزئية وأعتقد هذه جدا مهمة. تفضل. وخلني أطرحها بطريقة أخرى. نعم. يعني حتى تكون واضحة للجميع. أنا لما أتكلم عن أن هناك قضية أنا أريد أطرحها وهي تتعلق في المحافظة على الدستور، في القضية اللي الآن أمامنا، إذا كان هناك من يؤيدني أهلا وسهلا، أنا عم وأكرم، أنا أتمنى كل النواب يؤيدوني. لكن لما تطرح القضية الأخرى
انتخابات فرعية، ببعض ممارسات الفساد، ببعض ممارسات المصالح، بالانتقائية والشخصانية في استخدام الأدوات الدستورية، نقف ضدها. وأعلننا موقفنا في كثير من الحالات داخل المجلس، خصوصا فيما يتعلق برفع الحصانات، في لجان التحقيق، في بعض الممارسات اللي نعتقد انها باتجاه الصحيح، في بعض ممارسات النواب اللي كانوا يمارسون الضغوط على بعض الوزراء. هذا كله نقف امامها وتحملنا مسؤولياتنا، وبل بالعكس تعرضنا وتعرضنا لانتقالات شخصيه، وحتى احيانا حتى الى سب وقذف انا وغيري من النواب. لكن بالنهايه هذه القضيه إذا أنا بنمشي في هذا الاتجاه نجد نفسنا أن إحنا أمام إحنا متقوقعين حول نفسنا أمام أربعة في قضية، وبالتالي نتكلم عنها، وأي واحد يبي يأيدنا فيها نقول لا لا تجينا أنت، إحنا مختلفين معاك في المادة الفلانية من الدستور. لا، إحنا نقول هناك مخالفات، يا ترفع حصانة، صوتنا ضدهم، صوتنا معاهم، واجهناهم ويبناهم أحيانا بالاسم، وبالتالي نحن مارسنا دورنا ومارسنا صلاحياتنا. يبقى لما نطرح قضية ويعيدونا من أيدنا أهلا وسهلا. يعني أعطيك سبيل المثال، أنا لما أطرح قضية فيها تجاوز فساد، وأقول هذه القضية قضية فساد، قضية المجلس الأولمبي العسوي، لما نطرحها ونتكلم عنها، لما يجيني واحد أنا دائما أقول له أنت تمثل الفساد التشريعي داخل المجلس الأولمبي ويأيدني بهذا الطلب، أقول لا ما بيك. لا بالعكس، أنا هاي قضية أتمنى أقنع الآخرين كلها، لكن لما تجي قضية الفساد هذا اللي وقف وياي لا أوقف ضده وأواجهه داخل المجلس. نعم، فهمت من كلامك بأن الستة ممثلين كتلة العمل الوطني اليوم يبون يقودون ولن ينقادون خلال الفترة المقبلة، هذا ما فهمت من كلامك؟ لا، إحنا يعني هي القضية مو قضية أن إحنا نقود. نعم. لا، إحنا نحترم آراء الآخرين، إحنا نبين وجهة نظر الآخرين، لن تتبعوا الآراء الأخرى، لكن إحنا نمارس دورنا، إحنا مبادرين. نعم. وبالتالي لا يستطيع أحد أن يجرنا إلى أجندته، وبالعكس يمكن كثير من الحالات وضحنا بشكل قاطع للجميع بأن ترى إحنا هذه القضية لا تستطيع أن تملي على كراينا، بل بالعكس وإحنا في بعض الحالات كنا إحنا المبادرين، ويبقى بالنهاية طرح هذه القضية ودعمك ودعم الآخرين لك. إحنا لما تكلمنا عن كثير من القضايا كان في بداية الأمر كان عدد اللي حوالينا قليل جدا، مع تفاعل هذه الأحداث استطعنا نكسب عدد كبير في كثير من القضايا اللي طرحنا داخل المجلس، ولذلك انا اؤكد احنا لا نقود الاخرين، الاخرين لهم كراماتهم، لنا احترامهم، نحترمهم، لكن قد نكون احنا مبادرين، وهذا عملنا في كل القضايا اللي قاعد نطرحها داخل المجلس. كتلة العمل الوطني ستبادر، بماذا ستبادر كتلة العمل الوطني؟ هل ادى استجواب سمو الرئيس ما عليه، ادى غرضه وكفى، ام يجب المضي في الخطوات التصعيديه؟ كيف ستبادرون؟ باي اتجاه؟ طبعا استجواب سمو رئيس الوزراء ما في شك، يعني احنا وضحنا في بيان واضح بانه هو الان كآليات واجراءات دستوريه انتهى، لم يحز على الاغلبيه، نحترم راي الاغلبيه، يعني وان اختلفنا معاهم وذكرنا بما ورد في المذكره التفسيريه من تحمل المسؤوليه بالذات فيما يتعلق في يعني تقديم الاستقاله وما ورد في المذكره التفسيريه منها، وان لم يحز يعني عدم التعاون على العدل المطلوب، لكن ان هذه مدعاة للاستقاله، وبالتالي هذا الان متروكه للجميع ووضحناها في بياننا. لكن ماذا بعد الاستجواب؟ الاستجواب في جزء كبير منه كان يتكلم عن موضوع تطبيق قانون. نعم. والسؤال اللي يطرح نفسه الآن، هل الرسالة وصلت للحكومة؟ هل فعلا نحن أمام حكومة قادرة على تطبيق القانون؟ هذه رسالة. الرسالة الثانية أن يجب أن تعي الحكومة بأن عمر العنف لا يولد بالنهاية فرض لهيبة القانون، وإذا كانت الحكومة تعتقد بأن فرض هيبة القانون بالعنف فهي واهمة. وصلت هذه الرسالة؟ احنا نتمنى ان تكون وصلت، وهذا احنا ما حرصنا ان نوصله في 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 من واقع هذا الاستجواب. لذلك كان يتكلم البعض انتم ليش تقدمون الاستجواب تدرون ما عندكم عدد؟ قلنا احنا ما نفكر بالعدد، احنا نفكر بالرسالة اللي نوصلها، ولذلك لم يكن في حسباننا في يوم من الايام انها تعال والله منو معانا منو ويانا. طرحنا وجهة نظرنا، دافعنا عنها بكل ما نملك من 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 حجج ومن براهين حتى نوصل هذه الرسالة. لكن أنا أعتقد الآن على الحكومة أن تعي هذه المسؤولية. نعم. تطبيق القانون قضية كبيرة، قضية مهمة، وأنا أعتقد في القريب العاجل ستشهد يعني كثير من الأحداث اللي نؤكد فيها على احترام القانون. نحن بينا ووضحنا في بياننا بأننا سنراقب ولن نتردد في استخدام أدواتنا الدستورية في هذا الجانب. نعم.
تنادي بتطبيق القانون، وأنا أرد وأسأل ماذا بعد هذا الاستجواب، وأرد وأسأل أين استجواب الرياضة؟ لديكم العديد من القضايا كنتم دائما ما تثيرونها في موضوع تطبيق القانون، هل عادل الصرعاوي وكتلة العمل الوطني اليوم راح ترجع مرة ثانية تحط نقاطها اللي كانت تتكلم عنها؟ هل مرة ثانية راح تثار نقاط الإصلاح الرياضي؟ هل موضوع مثل استجواب الرياضة سيثار مرة أخرى أم تم الاكتفاء باستجواب سمو الرئيس؟ راح أرجع وأسمع منك بكل تفصيل بعد هذا الفاصل. فاصل مشاهدينا ونعود لاستكمال الحديث مع النائب عادل الصرعاوي. عودة لكم أحبتي وعودة إلى النائب عادل الصرعاوي، وكنا نتحدث قبل الفاصل عن موضوع ماذا بعد الاستجواب، وكنت دائما وكتلة العمل الوطني دائما ما تؤكد على موضوع تطبيق القانون، وأنا أقول لك بأن عدد كبير من المشاهدين يتساءل ويسأل عادل الصرعاوي تحديدا، تتحدثون عن تطبيق القانون ودائما ما تشيرون إلى موضوع الرياضة وتطبيق قوانين الرياضة، هذا الموضوع تحديدا ما شفنا أي خطوة بهذا الاتجاه. يعني أنا ما أتكلم عن هذا الموضوع، ما أتكلم عن موضوع استجواب الرياضة، لكن إذا أنتم عندكم موضوع تبنيتوه وللحين إحنا ما إحنا عارفين مصيره، شو الموضوعات الأخرى اللي دائما ما تنادون فيها نبي تطبيق القانون تطبيق القانون، شو اللي تبونه بالضبط؟ دعني أبدأ في البداية، يعني أو يعني أوضح نقطة بأن يعني اصطلح يعني في الفترة الأخيرة على موضوع تفعيلنا للأداة الدستورية في الاستجواب فيما يتعلق بموضوع استجواب الرياضة، وكأن القضية قضية رياضة. أنا طبعا ما ألوم الناس من تفهم من القضية قضية رياضة، لأن أكثر الأمثلة كنا نطرحها قضية القوانين الرياضة، لكن استجوابنا هو استجواب قانون، استجواب تطبيق القانون. قد تكون واجهته أو مثال موضوع استجواب قوانين الرياضة، لكن هناك قضايا أخرى أيضا في هذا الجانب. ولذلك لما نتكلم عن تطبيق القانون حنا نعني بالدرجة الأولى إعادة الفاعلية إلى مؤسسة مجلس الوزراء اللي نعتقد بشكل كبير فيها أن القرار فيها مختطف. القرار فيها دائما كنا نؤكد ليس للحكومة الرسمية برئاسة سمو رئيس الوزراء، إنما بالحكومة الفعلية. ولذلك لما نتكلم عن تطبيق القانون نتكلم عن ممارسات الكل كان يعنيها وواجهنا فيها الشخص المعني. نتكلم عن ممارسة ورقة توزع على النواب على الوزراء في تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الساعة 2 بالليل برمضان. نتكلم عن ممارسات تمت في تعيينات القيادات النفطية وفي تعيين الرئيس التنفيذي، وهذه قضية يمكن أشرنا لها بشكل واضح فيها تجاوز للقانون. نتكلم الآن نسمع عن هذا عفواً نتكلم القيادات النفطية، هل هذا الكلام صحيح؟ هل لديك معلومات فعلاً بأن القيادات النفطية هناك من يدفع الثمن وفواتير الاستجواب من خلال القيادات النفطية، ولا حكي ناس ما نسمعه دائماً وتتعرف أن العديد من النواب يتعرضون لإشاعات؟ لا أنا أقولك أكبر من هذا، أنا أقول القضية مو مرتبطة ترى في موضوع الاستجواب. القطاع النفطي كان مستهدف، كان كثيرين وكان يرون البعض بأنه يريدون أن يديرونه من الخارج. ولذلك أنا لما أتكلم عن تعيين قيادات، وأنا استشهد أنا في خبر أنشطة جريدة الرأي، لما أتكلم عن العبد الله لجنة تطوير القياديين، لست أنا من اختار الزنكي لرئاسة البترول، هذا قطاع نفطي، هذا رزقي ورزق عيالي. من يختار إذن؟ من يختار؟ من يتحمل المسؤولية؟ لكن هذا الأسلوب وهذا النهج ليش؟ أنا أسألك أنت من يختار؟ أنا أقول لك اللي ال- 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 الوزير لما يتهرب من مسؤولياته بيقول اللجنة اللي اختارت، عشان حتى باكر لما تفعل ذلك الدستورية قال ما أنا اللي اخترت لجنة. هذه اللجنة اللي شاركت فيها منو كان فيها؟ كان فيها أحمد الوزير أحمد الفهد، هيئة الشباب الرياضة، تغيير مجلس الإدارة بورقة وزعت من أسماء، مجموعة من الأسماء وأنا قدمت فيها سؤال إلى الآن ما يعني الرد من الوزير أحمد الفهد. لما نتكلم الآن عن ونسمع عن ممارسات قد وفق المعلومات المتاحة بأن أيضا هناك تدخلات في حتى تعيين مدير عام للجامعة حتى يتم السيطرة على قطاع التعليم، من يسيس قطاع التعليم قطاع التربوي؟ أنا أعتقد نحن نمر في مرحلة خطرة فيما يتعلق في كسب الولاءات. التعيين في هذه المناصب ليس مبني على الكفاءة بقدر ما هو على الولاء. أنا أقول لك الآن القطاع النفطي يدفع ثمن كبير وراح نتحمل احنا مسؤولياتنا في هذا الجانب، ليش؟ حتى ترضى بعض الاطراف. انا اقول لك الوزير ها نفسه اللي شكل اللجنه من ضمنها الفهد ومجموعه من الوزراء
أنا أقول الآن إذا سويت هناك تسويات سياسية مستحقة من استجواب رئيس الوزراء في تحيين القنوات النفطية، أنا أعتقد أحد المرافقين الشخصيين اللي يشيل البيجر حق الوزير الفهد هو راح يدير القطاع النفطي. هو اللي عفواً؟ هو اللي راح يدير القطاع النفطي، لأن القصد هو تفريق هذا القطاع. وإذا الكلام قطاع النفطي في كلام يتكلم يتكلم شخصي على الشيخ أحمد الفهد، يتكلم عن 35 مليار. أنا أوضح لك، وأنا أعتقد هذه نقطة في غاية الأهمية. أبو عبد العزيز، أنا أقول لك شغلة، أنت وأنت توضح لي، أبي أقول لك شغلة. عادل الصرعاوي تحديداً لما يتكلم عن الشيخ أحمد الفهد المشاهد يعتبر هجوم شخصي، لما نشوف الجلسة ونسمع عادل الصرعاوي يهاجم الشيخ أحمد الفهد نعتبره هجوم شخصي. لماذا هذا الهجوم على الشيخ أحمد الفهد؟ في موضوع المجلس الأولمبي الآسيوي قلتوا أحمد الفهد، في موضوع طائرات الشحن قلتوا أحمد الفهد، والنائب مرزوق الغانم هني شكرك على أنك أول من أثار هذا الموضوع، في موضوع بن همام قلتوا أحمد الفهد، في تجاوزات خليج 16 قلت أحمد الفهد، وأنت شخصيا دائما ما تثير هذا الموضوع. لماذا عادل الصرعاوي بس هو اللي شايف أخطاء الشيخ أحمد الفهد؟ أنا أوضح لك نقطة بس حتى لا نخرج عن النقطة اللي بس أودي أوفيها. نحن أمام قضية كبيرة فيما يتعلق في تطبيق القانون. نعم. ولذلك إحنا نتكلم عن تطبيق القانون لتكون مسطرته واحدة، لا تكون مسطرة القانون في اتجاه أشخاص وأشخاص آخرين. نعتقد لا، ما يصير تطبيق القانون، هذا كلام وجهناه حتى حق سمو رئيس الوزراء. نعم صحيح. تطبيق القانون يجب يشمل الجميع، ما فيهم عيال عمك. ولذلك إحنا نتكلم عن تسويات تمت على حساب القانون. الآن أنت تكلمني عن قضية الجانب الشخصي للأخ أحمد الفهد، والأخ أحمد الفهد يعلم تماما قبل غيره بأن عادل الصرعاوي ما يتكلم عن جانب شخصي لا على الوزير أحمد الفهد ولا غيره، لكن أنا أتكلم عن أحداث، وأحداث أنا ودي أستعرضها الآن معاك حتى تكون واضحة أمام الجميع. تفضل. أولا من حيث المبدأ، لم يكن هناك يوم من الأيام تكلمت داخل مجلس الأمة وأحمد الفهد لم يكن موجود في المجلس، إن كان بالقاعة وإن كان خارج القاعة، وكنت أشير له بشكل واضح بأنه الآن موجود في الاستراحة أو موجود بالممر، وكنت أتمنى أنه يرد ويفند مثل هذه الملاحظات. لكن أنا شنو مشكلتي إذا أحمد الفهد يستعين بصديق في الرد علي؟ شنو مشكلتي أنا لما أتكلم عن هذا الموضوع أتكلم عن أحمد الفهد وأي عمل يخص أحمد الفهد، أحمد الفهد يطلع برا القاعة؟ هذا جانب. الجانب الآخر، أنا أتمنى أن تثير لي قضية واحدة أنا أثرتها بدون مستند وبدون دليل ومجرد كلام نما إلى علمي. أنا لما أتكلم طائرات النفطية ما عندك أي دليل على هذا؟ أنا لما أتكلم موضوع طائرات شحن ما عندك أي دليل على هذا الكلام؟ أنا لما أتكلم الآن عن موضوع أحمد الفهد لما صرح في لقاء مع في ندوة لمجموعة من الكتاب في منطقة الصباحية وقال قضية إزالة الدواوين خطأ مسحوها بويهي، وانتقدنا ما رد نفى قال أنا هذا ما أقصد، أنه كان وزير يومها. لما أتكلم عن تقرير ديوان المحاسبة في خليجي 16 وهذا التقرير ياب أحمد الفهد بالاسم بأنه كان رئيس اللجنة المنظمة العليا، كان رئيس الاتحاد. لما أتكلم عن مجلس الأولمبي الآسيوي وممارساته وي مجلس الوزراء ويشكل لجنة التحقيق ويثبت أن هناك بعض التجاوزات، ولذلك الآن أنا أوضحها من قناة الرأي، الآن وزارة المالية أعدت عقد جديد ببعض الملاحظات اللي أثارها ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق، وهي الآن معروضة على ديوان المحاسبة حتى يأخذون الموافقة وبالتالي يوقعون عقد جديد. ولذلك أنا أقول حق الوزير الشمالي هذا الموضوع راح يورطونك فيه، وسمو رئيس الوزراء هذا الموضوع يجب أن توقفه بشكل واضح، لأن هذا مثال صارخ على ضرب القانون. يا رجل، اتفاقية نفذت قبل مصادقة مجلس الأمة عليها، أي شخصانية تتكلم عنها؟ أبو عبد العزيز بس خلنا نوضح، خلنا نوضح، أنت سألت سؤال واضح، خلنا نوضح سؤالي. أنت لما تتكلم في عدد من النقاط لا لا أنا هذا الكلام لما أقوله في المجلس ومجلس الوزراء يوافق عليه. لما أتكلم عن عقد ساتشي عن ساتشي لتسويق خطة التنمية ويوافق مجلس الوزراء عليه من حيث المبدأ، ومن ثم يأتي مجلس الوزراء ويلقي هذا العقد، وقف الموضوع. إزاي وقف الموضوع؟ لو كانت هناك جدية في هذا الموضوع ما كان يفترض أن يعاد طرحه وفق الإطار القانوني. ولو كانت عندك جدية في هذا الموضوع لماذا لم تثر موضوع مثلا خليجي 16؟ ليش ما تابع المخالفات؟ لا لا لا، خليجي 16 خذنا في قرار بالمجلس وبموافقة الحكومة وطلبنا من الحكومة إحالة للنيابة. لحد الآن الحكومة ممتنعة عن إحالة للنيابة، هذا قرار من المجلس. قاعد تتابعون الموضوع جدا، هذه قضية. القضية الثانية، المجلس الأولمبي الآسيوي ما يخالف. أنا أنت قاعد تقول نقاط، المجلس الأولمبي الآسيوي اليوم
سمعنا بأن خلاص صار مرخص، وسمعنا بأن مطاعم بدأت تفتح، شفنا إعلاناتها بالجرائد. لذلك أنا وضحت الآن رسالتي عن طريقكم قناة الرأي لوزير المالية ورئيس الوزراء، بأن أي عقد جديد يتعلق في هذا الموضوع وأي إجراءات تتم في هذا الموضوع تستحملون المسؤولية، لأن هذا العقد أنتوا أساسا في لجنة التحقيق الحكومية أنتوا قلتوا أن هذا إجراءات غير صحيحة، في مخالفة للدستور وفي مخالفة للقانون. أنا لما أتكلم من حيث المبدأ في هذا الموضوع، هاي شخصانية، أنا لما أتكلم عن عقد ساتشي أن ساتشي، لما أتكلم عن عقد التراسل الإلكتروني، لما يأتي قرار مجلس الوزراء وعندي كانت نسخة منه بأن الوزير الفهد عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء ووافق مجلس الوزراء علما بأن هذا من اختصاص وزير المواصلات، وبالتالي يجي مجلس الوزراء عقب ما ثرت هذا الموضوع وألقى هذا القرار وطلب إجراء تحقيق في هذا الموضوع، هل هذه شخصانية؟ لما يأتي وزير الفهد ويقول أنا بعدل اللائحة الداخلية للمجلس حتى تجيز لوزير أن يجاوب عن وزير في استجواب معين، ليش؟ قال لأن رئيس الوزراء ما عنده قدرة على الإجابة، هل هذه شخصانية في العمل؟ وكل هذا موضوع يأتينا من يأتينا يقول له يا الوزير الفهد أنت عندك نفس إصلاحي، حنا ندعمك ونساندك. بس أنت اللي قاعد تشوف هذه الأخطاء. لا لا جايك أنا في الموضوع، جايك في الموضوع، لا 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 تستعجلني في الإجابة. ما استعجل، لا أنا أحاول، أنا جايك في الموضوع. لا الأسئلة اللي في ذهن المشاهد. لا أنا جايك في الموضوع. لذلك أنا قاعد أقول مثل هذه القضايا لما تثار ولما توضع، لما نأتي الآن ويطلع مجلس وزراء ويتكلم عن صلاحيات لنائب رئيس الوزراء ونقدم طلب في المناقشة ويأتي الوزير البصيري ويقوم ويقول أنا راح ندرس بعدها الدستوري ونعطيكم، إلى الآن صار لنا سنة لما أتكلم عن هذه الصلاحيات والخطأ في هذه الصلاحيات، هل هذه شخصانية؟ لذلك أنا أترك لك أنت تحكم في هذا الموضوع. لما كنا نتكلم عن بعض الممارسات وبعض القضايا المثارة حول الوزير الفهد، الآن بدأ الكثيرين كانوا يتكلمون عن مثل هذه من هذا الموضوع. لما أتكلم عن قضايا تتعلق بالرياضة وإجراءات الخاصة فيها، لما يأتي الوزير الفهد يطلب من قيادات هيئة الشباب أن يستحبهم إلى سمو الأمير علم أنه ليس صاحب الاختصاص، هناك وزير للشؤون، هل هذه شخصانية في العمل؟ وبالمقابل هناك من يقول له إيه هذا نفسك الإصلاحي، حنا ندعمك ونساندك؟ لا لا نحاول نختزل القضية في قضايا شخصانية. أسهل قضية تواجهها أنت الآن تقول أن هذه قضايا شخصانية. أنا قاعد أتكلم عن قضايا أتمنى أن يكون هناك رد، أتمنى يكون هناك رد واضح. لما يأتي الوزير الفهد ويصرح أثناء استجواب رئيس الوزراء ويقول على النواب أن يعوا ويفهموا الرسائل، مضمون رسائل سمو الأمير عندما عقد مؤتمر صحفي أو لقاء صحفي مع رؤساء تحرير الصحف، أنا على طول صرحت في لحظتها قلت الوزير الفهد يطالبنا بفهم مضامين رسالة سمو الأمير، ما أنت الوزير الفهد وينك من مضمون خطاب الأميري أو النطق السامي لسمو الأمير في افتتاح المجلس في 29/5 أو في 1/6 لما كانت هناك أربع مضامين، وكلفك أنت كرئيس مجلس وزراء كلفك أنت مع الوزير الروضان في متابعة أربع ملفات، منها الوحدة الوطنية، التعاون بين المجلس والحكومة، الإعلام الوطني، قضية تطبيق القانون. هذه القضايا وأنا أثرتها في جلسة في الرد على الخطاب الأميري في 1/6 كلف مجلس الوزراء في هذا الجانب. أنا أسألك بالله، أكو يوم ضرب الوحدة الوطنية أكثر من هذه الأيام؟ أكو يوم انتهك فيه القانون أكثر من هذه الأيام؟ لكن الوزير المطالب بتطبيق القانون يخالف قرار مجلس الوزراء صادر سنة 2007 فيما يتعلق في قاعات الأفراح. قاعات الأفراح هذه قاعات ينظمها قرار صادر لمجلس الوزراء صادر سنة 2000 و2001 بأن المتبرعين بإقامة صلاة الأفراح بعد ما ينتهون من بنائها يسلمونها لوزارة الشؤون كما تدير وزارة الأوقاف المساجد. نعم. بالنص في قرار مجلس الوزراء من 2001، وفي 2007 أكدوا على القرار، إلى الآن هذه القاعة لم يرجعها الوزير الفهد، هل هذا شخصانية؟ هل هذا تطبيق قانون؟ هل هذا ملف وهو مطالب بتطبيق القانون؟ أخي عبد الله سهل جدا أن تتكلم عن الشخصانية، والآن أصبحت القضية مواجهة أي قضية أو أي عملية أو أي انتقاد بأن هناك شخصانية في العمل. لا، احنا نتكلم عن أسئلة برلمانية وردود وإجابات واضحة، ولذلك قلت، وأنا هذا كلام قلته بالقاعة وكنت أتمنى أن يكون أن يجاوبني، ووجهت نداء وجهت أسئلة وياتني ردود، وزير الشؤون يقول لي ليه اليوم الوزير الفهد لم يرد هذه القاعة؟ ماذا بعد؟
لذلك لديك العديد من النقاط على شخص لا لا, لا 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 انا بس اوضح لك نقطه وانا اعتقد يعني انا سعيد جدا منك تثيرها اللي هي قضيه الشخصانيه. انا اقول للوزير الفهد وغيره من الوزراء الشخصانيه لم تكن يوم من الايام امام اعين عادل الصرعاوي، وبالعكس كانت كل القضايا اللي نثيرها كنا نثيرها وفق اسئله وبيانات ومستندات ونحيلها الى لجان تحقيق حتى نثبت هذه القضيه. اما فيما يتعلق بموضوع الطائرات يعني انا اثرتها عند مناقشه مشروع الميزانيه في نهايه شهر 6 2000، وكنت اول من اثر هذه النقطه، اثرت هذا الموضوع. نعم. تبعني الاخ صالح الملا وايضا الاخ مسلم البراك. هذه الطيارتين مثال صارخ لموضوع تطبيق القانون. وزارة الدفاع قدمت طلب لوزارة المالية للصرف من الاعتماد التكميلي اللي هو مخصص للأمور الطارئة. نعم. لشراء طائرتين بقيمة 131 مليون دينار. يا سبحان الله، طائرتين اشتريهم أمر طارئ؟ ما كنت مخطط له بالميزانية؟ أنت سيارة تشتريها تقعد لك فترة تخطط لها. لذلك لما راح الكتاب حق وزارة المالية، وزارة المالية شو تسوي؟ الدفاع الرأي الفني عندهم في البداية كان رفض طائرات شحن، شو تستفيد منها الدفاع؟ قال يبا ودها وزارة المالية. المالية قالت ها احنا ليش ندش بين المطرقة والسندان، ودها مجلس الوزراء. راح مجلس الوزراء قال ها شو نسوي وبعدين شلون؟ قال تدري حتى ما نتحمل المسؤولية ودها ديوان المحاسبة، خل ديوان المحاسبة يرفضها عشان نيجي ونقول والله يبا هذه مرفوضة. نعم. احنا ما نبيها. ليش؟ هذه إدارة دولة بلد. وين عفوا وين دور الشيخ أحمد الفهد؟ لا لا هذه 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 قضية ثانية. لا لا هذه قضية ما بس أنا أقول لك على تطبيق القانون. نعم. ولذلك هذا الموضوع الآن للحين ومعروض على مجلس على على على, على وزارة على على ديوان المحاسبة، وديوان المحاسبة كان له موقف جدا إيجابي في هذا الجانب. هذه قضية وزارة الدفاع تطلب لها طائرات شحن، ليش؟ وشنو الأمر الطارئ اللي بين يوم وليلة أبي من الاعتماد التكميلي 131 مليون؟ عندك أنت سبب؟ تعرف السبب؟ لا ماني عارف السبب. هل يجاوبوني؟ بتقول لي بقناعتي الشخصيه شنو هو؟ لا على بالي تسالني عن المكاتبات. لا انا اقول لك لان من وراء هذه الطائره ما هم قادرين يواجهونه، ما هم قادرين يواجهونه، وهذه مشكله. وليش عنده صحيفه وقاعد يهاجم؟ وهذه مشكله، هذه مشكله. ولذلك احنا قاعد نتكلم عن تطبيق القانون. لذلك احنا لما نتكلم عن تطبيق قانون، اي قانون كنا نتكلم عنه؟ واحد اي يكسر قفول الاتحاد وياخذها وياخذ الاتحاد ويروح باعتراف حكومي بانه هو اتحاد غير شرعي، تكلم عن تطبيق قانون؟ واحد يتصل بالتلفزيون ويهدد وزير الصحه بان انا شفتك انا اسلم على نفسك، واحد بالتلفزيون يقول شفت وجهي مشقق ترى من تطوف انا وتشقح وتحذف، ونتكلم عن تطبيق قانون وان احنا حريصين على تطبيق القانون؟ لا، الى الان الحكومه مطالبه بتطبيق القانون وعلينا نمارس دورنا في التاكيد على موضوع تطبيق القانون. نعم. لان بالنهايه هذا قسم على الجميع ان يتحمل مسؤوليته في هذا الجانب. الناس تنتظر رايكم في موضوع الرياضه، هل هناك استجواب رياضه ام اكتفيتوا؟ هذا موضوع مهم جدا لازم توضح لي رايك فيه. حاضر. تفضل. انا اعتقد موضوع ملف الرياضه لا زال قائم. قائم. لذلك احنا نتكلم مثل ما قلت لك انا، احنا استجوابنا استجواب تطبيق قانون، قد تكون واجهته قوانين الرياضه لكن ايضا يضمن قوانين ثانيه، ولذلك هذا الموضوع تحت المجهر. وانا اقول لك اياها الان، اتمنى بس احد يقول لي العكس. ما اعتقد مرت قضيه مثل قضايا تطبيق القانون اللي احنا اثرناها في ملف الاستجواب الخاص في موضوع اللي من ضمنه موضوع الرياضه بالتدرج اللي احنا مرينا فيه من الاسئله ولجان تحقيق وغيره. واضح. ولذلك حتى هذا الموضوع دفعنا ثمنه داخل المجلس من واقع موضوع تشكيل لجنه الشباب والرياضه. سبحان الله، كل لجان ماشيه الا لجنه الشباب والرياضه هي المعيقه، هي اللي تعيق العمل وتربك النواب وتربك الحكومه في حضور الجلسات، علما بان ولا امس استعرضنا اللجان لقينا بعض اللجان ما اجتمعت خلال شهرين، ما اجتمعت ولا اجتماع، خلال 3 أشهر اجتمعت اجتماع واحد. لكن تدري ايش كان يقول احمد الفهد في موضوع لجنه الرياضه؟ قال نعم انا اللي سعيت اسقاط لجنه الرياضه. تنتقدوني انا واخواني تبوني اسكت؟ لا. هل هاي شخصانيه؟ هل تعتقد نرد على هذا الجانب بان احنا نقول لا والله احنا والله مستعدين اذا هذا نفسك الاصلاحي ندعمك ونساندك؟ اي نفس اصلاحي قاعد نتكلم عنه؟ واضح.
لذلك احنا نأكد الان على موضوع تطبيق القانون. وانا اعتقد مثل هذه القضايا لما اثرناها بالصحافه كنت اتمنى ان يكون هناك رد. واللي يبي يعتقد في هذا الجانب خلي يشوف مجموعه من الاقتصاديين اللي قابلوا سمو رئيس الوزراء وهو كان موجود، كان يقول لهم بشكل واضح انكم انتم تنتقدوني انا واخواني في الصحافه. واضح. خليك معي مشاهدينا، خليكم معنا فاصل اخير ونعود لكم. الوحدة الوطنية وما أدراك ما الوحدة الوطنية، هذا الموضوع أنت تطرقت له من بعض يعني النقاط اللي سطرتها للمخالفات وقلت له علاقة الشيخ أحمد الفهد. أنا لن أتكلم عن موضوع دور الشيخ أحمد الفهد، لكن من ضمن الاستجوابات اللي كان مفترض تكون خلال الفترة المقبلة استجواب وزير الإعلام، لن أتحدث في هذا الموضوع، لكن أتكلم عن دور وزير الإعلام ودور وسائل الإعلام اليوم في الوحدة الوطنية، وهذه النقطة أنت أثرتها وأنا أتمنى أن احنا نركز عليها. مجموعة من النواب سواء اللي كانوا مع سمو الرئيس أو ضد سمو الرئيس ما لازم تتبنون هذه القضية، شايفين الوضع اليوم صار، شايفين التقسيم اللي صاير بالمجتمع. أعتقد أبو عبد العزيز أن آن الأوان ان انتم تركزون على هذا الموضوع. انا الان حتى اللي النخب السياسيه اللي ما عاد لها دور اليوم، وينكم؟ وين نبي نقول جمعيه النفع العام، الحركات السياسيه، التجمعات السياسيه بالكويت؟ هذا الموضوع كلش منتهي، مو حاطينه في بالهم امانه. فايش رايك؟ انا اعتقد موضوع الوحده الوطنيه يعني الحديث حوله يطول. نعم. وانا اعتقد يعني احد مقومات المجتمع الكويتي اللي واجهنا فيها كثير من التحديات فترة طافت هي موضوع الوحدة الوطنية. بالوحدة الوطنية واجهنا القزو، بالوحدة الوطنية واجهنا أحداث كثيرة قبل القزو، بالوحدة الوطنية الآن قاعد نواجه يعني في كثير من الأحداث، خصوصا في الصراع الإقليمي في المنطقة. لكن لما نتكلم عن وحدة وطنية يعني عن دور وكيفية المحافظة فيها، خلينا نتكلم عن مؤسسة مجلس الوزراء وكيفية يعني إعادة الفاعلية لهذه المؤسسة حتى تمارس دورها. لا نستطيع سواء تطبيق القانون أو بالوحدة الوطنية بدون أن يكون لهذه المؤسسة دور. حنا مشكلتنا الآن القرار مفقود داخل مجلس الوزراء، القرار يعني مختطف. حنا لدينا مجموعة من الوزراء كل من يبحث عن إنجاز شخصي حتى يسجل للتاريخ وبالتالي يضمن استمراريته، ليست هناك عمل تضامني، ولذلك تجد في كثير من القرارات هناك تضاد. موضوع تمويل المشاريع، هناك من يرى في التمويل عن طريق مؤسسة خاصة أو في تكوين نظام خاص، وفي من يرى عن طريق مجلس الوزراء. دعم المشاريع الصغيرة، في من يرى في من هذا، وفي من يرى عن طريق الحكومة يكتفي بدون أن يكون هناك قانون. وهالشكل الوحدة الوطنية أيضا تعاني من هذا الجانب. الوحدة الوطنية هناك قانون يجب أن يفعل، يجب أن يطبق. أولا يجب أن نتفق احنا جميعا كويتيين، وأي انتقاد يوجه لأي شخص لا ينتقل إلى العائلة أو إلى التيار أو إلى القبيلة. لما انتقد شخص هو انتقاد للشخص نفسه، لا أن يتطور إلى القبيلة ولا للتيار ولا للطائفة ولا الكتلة السياسية اللي هو يمثلها. ولذلك يجب أن نعي تماما مسؤولية هذا الموضوع، هذا خط أحمر، وبالتالي يجب أن نؤكد على تفعيل القانون في هذا الجانب لمصلحة من أنا قاعد يصير في البلد. أي قانون اللي تبي؟ قانون موضوع الإعلام. نعم. أو تأكيد على موضوع الوحدة الوطنية. هناك للأسف قصور واضح وبين من الحكومة في التعامل مع مثل هذه القضايا. الآن وصلنا إلى حالات فيها مساس بعلاقاتنا بالخارج. وزارة الإعلام رافعة قضية على قناة الوطن في واحد من برامجها بأن هناك مساس في علاقاتنا مع المغرب ومع قطر ومع أكثر من دولة خليجية، وهذا من واقع سؤال برلماني أتاني. هذه القضية تحتاج إلى وقفة. نعم حالوها للقضاء وننتظر القضاء، لكن أيضا احنا نحتاج إلى إجراءات وقائية حتى لا نقع بالمحظور في المستقبل. لما نضع ونقع في إشكالية مع بعض الدول ما نقول لهم والله القضاء حكم بغرامة ولا حكم بإغلاق الصحيفة. لذلك أنا أعتقد هذه قضية مهمة يجب أن نعي في هذا الجانب ويجب أن نطرح. أيضا بالمقابل وأنا أعتقد الإعلام سلاح يعني إذا سيء استخدامه راح يكون مردوده سلبي علينا، لكن إذا كان العكس لا. أنا أعتقد في الفترة الأخيرة الحكومة هي من نزل إلى الشارع من خلال الإعلام الرسمي، الحكومة هي من ساهم في خلق رأي عام من طريق الإعلام الرسمي في كثير من المعلومات اللي كانت تصب في اتجاه واحد، وهي الآن في جزء كبيرها قاعد تدفع الثمن. لذلك أنا أتمنى أن يعاد النظر في هذا الملف حتى نحافظ على الكويت ونحافظ على الأقل ونحيي
يعني ونحصن هذا الملف وهو ملف الوحدة الوطنية. لما صار الغزو ما كان يفرقون بين هذا هذا دور مجلس الوزراء. ماذا عن الشعب والمواطن والنخب السياسية والتجمعات السياسية المجددة؟ ولذلك أنا أعتقد الحديث عن النخب السياسية أعتقد هذا قضية جدا مهمة. والبعض يتخوف لما تكلم عن النخب السياسية ودورها بأن والله هناك محاولات لتفريق المجلس من محتواه أو أخذ دور المجلس. المجلس هو يمثل الشعب أمام في السلطة التشريعية، نعم، لكن بالمقابل لا. يعني أنا أؤكد مثلا في 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 الدستور في المذكرة التفسيرية كان يتكلم عن مشاورات تتم بين يعني مع أصحاب الرأي السياسي ورؤساء الجماعات السياسية، معناتها هناك مجاميع. ولذلك أنا أتمنى من المجلس والحكومة أن يعي دور هذه المجاميع وان كانت موجوده. في شيء معين تتكلم عنه؟ إيه يعني انا اعتقد مثلا الان اللي حاضر امامي مجموعه 26، نعم، هذه مجموعه لها رؤيه لها تصور محدد، بس الناس كانت تختلف معها، ما في مشكله، نعم، ما هو معقول ان كل مجموعه نتفق عليها جميعا، نعم، نختلف معها اليوم نتفق معها اليوم، نعم. وبالتالي اعتقد هذه قضيه يجب ان نعيها وتكون واضحه امامنا. واضح. انا وصلت للختام، ماذا لديك في الختام؟ أنا أتمنى حقيقة أن أكون وفقت في الإجابة ووضحت كثير من القضايا. لدي ثلاث يعني جوانب أودي أن أختم فيها باختصار. أنا أقول يعني خاطب أهل الكويت جميعا، كبيرهم وصغيرهم، رجالهم ونسائهم، بأن الكويت بحاجة إلى فزعة، وأنا أتمنى أن يقولوا معي كلهم الآن أن إحنا لها. الكويت تبي فزعة، الكويت في مأزق، الكويت أمام تحدي، يجب أن نعي مسؤولياتنا في هذا الجانب. القضية الثانية، أنا أدعو لولاة الأمر أن يوفقهم لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه، ويبعد عنهم بطانة السوء ومستشاري ليلة الظلماء، حتى فعلا ننجو في الكويت بقيادة سمو الأمير للمستقبل. وأختم أيضا بأن يعني اللهم احفظ الكويت، والله من أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه، اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم احفظ الكويت واهلها. شكرا ابو عزيز، قواك الله. مشاهدينا الاكارم، تذكروا الفزعه ايضا للازرق. الازرق نظريا لم يخسر من البطوله، شجعوا الازرق، كملوا وراء الازرق، وخففوا من حده انتقاد الازرق. الازرق هو فرحتنا خلال الايام القليله المقبله. اتمنى كل التوفيق للازرق، ان شاء الله يحقق المعادله الصعبه وشوشوا على شباب الازرق. اشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع المقبل، ونتمنى يكون عندنا خبر سعيد بتاهل الازرق وتحقيق المعادله الصعبه. الى اللقاء.